شيوخا واطفالا، ايضا الناس اللي عندهم اموال كثيره والناس يعني اللي عندهم فقر مدقع كما يقولون، كل الناس تاثروا بسبب الحصار، ولكن لم تتاثر محبتنا لبعضنا البعض، تآزرنا، اخوتنا، مشاركه بعضنا البعض الهموم ومساعده الاخرين ايضا حتى من الجانب الانساني. معي حول هذا الموضوع احد فاعلي الخير عيسى العذري. اهلا وسهلا فيك عيسى. اهلا وسهلا، الله يسلمك. انا سائل الخير، سائل الخير، فاعلين الخير هم الكثير من فاعلين الخير هم المغتربين اليمنيين. في المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي قطر وفي الإمارات وفي الكويت وفي أمريكا. أيوة طيب، أشتي أعرف كيف هؤلاء فاعلين الخير اللي أنت يعني بسببهم سعيت للخير وصلوا إليك، يعني هل كيف تم التواصل؟ أنا عندي صفحة في الفيسبوك المتابعين لي 100,000 متابع. أها كويس. كنت من قبل أستخدم صفحتي هذه في الفيسبوك سياسيا، يوم مع الزعيم ويوم مع انصار الله ويوم مع الطرف الاخر ويوم ضد الطرف الاخر، يعني انتقادات لكل طرف، يعني اي طرف يرتكب خطا ان افعل فيديو ويعني وافضحه يكون من كان. ايوه والحمد لله رب العالمين، ولم اتعرض لاذى من اي طرف من هؤلاء الاطراف، يعني اعتبروني كانوا صفحتي اللي يزعلوا مني اليوم بكره افعل لهم مقطع يعني يكون بصالحهم ضد الطرف الاخر يتجملوا مني. ايوه يعني لعد بو طرف كان بنفسه يشتي على شيء عيسى العذري خلاص. طيب بعدين كيف تحولت هذه الصفحه من السياسه الى الانسانيه؟ انا تواصل معي واحد ارسل لي مقطع فيديو على اسره هذه اسمها كاذيه معها 8 بنات عايشين داخل المخيم، وارسل لي رقم هذه الكاذية وقال لي تواصل معهم، تواصلت معها اتصلت بها قلنا لها شفت لك مقطع فيديو تجيب خيمة كذا كذا، قال نعم، أين أنت عايشة؟ قالت في بني حشيش في الحتارش. أيوة سرت لها هناك، سرت لها هناك بعد صلاة الفجر يعني الساعة 6 الصباح، سرت جيت وهي وبناتها داخل خيمة، داخل خيمة طربال، احنا نسميها طربال. أيوة طربال، 8 بنات والام وهي ارمال، ارمال. ايوه ما عندهم شيء، هي ارمال، مات زوجها. أيوة. مات زوجها وكانوا عايشين مستاجرين، ما قدروا استطاعوا يدفعوا ايجار، صاحب البيت اخرجهم، صارت شليت لها طربال وعاشت داخلها هكذا خارج المدينه بشويه. علشان ادخل بتفاصيل معك يا عيسى كثير، خلونا انت يعني نتابع من خلال التقرير هذه الحالة الإنسانية وبعدين نتكلم بتفاصيل أكثر. مشاهدينا خليكم معنا وخليكم متابعين. معاناة بلغت حدا يفوق الوصف. أسرة كاذية المكونة من 8 بنات معيلهن والدتهن بعدما فارق الأب الحياة، حاولت الأم إخفاء أوجاعها في خيمتها التي نصبتها على قارعة الطريق في مديرية بني حشيش. هذه الأخت كاذية وبناتها 8 التي عاشت في هذا المخيم منذ فترة طويلة. عندما نشرت لها قبل حوالي 20 يوم مقطع فيديو وهي عايشة في هذا المخيم، وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الدور الأبرز في إيصال معاناة الأسرة، فهي وسيلة كحد السيف، فيها الخير والشر معا، والأمر مرتبط بهدف وطريقة استخدام هذه الوسيلة. بارك الله بفاعلين الحي يعني وبمن سعى وساعد المكلف هذا المسكينة اللي في يعني تستحق الخير، وفعلا ما قصروا اهل الخير، بارك الله فيهم، بارك الله في الاخ عيسى العذري يعني ساعد معها واتجدته حتى اشتغل الليل. ما زال اليمنيون يملكون قلوبا رحيمه وعقولا سديده رغم ظروف الحرب بالقاهرة. فبعد نشر حالة الأسرة في مواقع التواصل الاجتماعي سارع رجل خير إلى صرف قطعة أرض لها
وبناء مسكن، وبذلك عجزت الألسن وتبلدت الأفكار في وصف هكذا مشهد أبكى كل حاضر وسامع. إنه موقف فاعل خير يمني قلما نرى مثله في أي بلد كان في ظل عسر الحرب الظالمة. نشكر أهل الخير الذي ساعدوني بالبناء حق البيت هذا، الله يحفظهم ويطول عمرهم ويجبر قلوبهم بأولادهم بروحهم. ويبقى عمل الخير محفورا في ذاكرة الناس واللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة، حينها يقول أولئك الخيرون: ما كانت الصدقات التي وهبناها إلا ابتقاء مرضات الله، والله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوزي السويدي لقناة اليمن اليوم لبرنامج موكا كافيه. يا رب مشاهدينا يساعدنا ويساعدكم على فعل الخير. حابب انك تواصل في مسألة العمل والتجربة في العمل الخيري، ولا شي ترجع للسياسة؟ السياسة وجع رأس. ايوه السياسة وجع رأس لكن قد انا ما استطيعش الصدق بالنسبة يعني المشهد السياسي في اليمن انا متابع له. ايوه وخاصة الخطأ. يا مرحبا، اهلا وسهلا، تابع كل الاطراف. لكن انا توقفت عن العمل السياسي، يعني مع عرضي قد انا امشي لمحاول الفقراء والضعفاء العمل الخيري اوصل رسالتهم. حتى انا في طفل في بو مرض في الدماغ وكذا، فعلت سير صورته في مستشفى الالمانيه اليمني هذا، ونشرته الفاعلين الخير، يعني تعاونوا معه بحق تذاكر للهند، ومبلغ تجاوز وصل ما يقارب 2 مليون. اها، كيف قدرت تجمع هذه المبالغ؟ يتواصلوا معي ناس فاعلين خير مغتربين اكثر. ما يعرفوك ولا ما يعرفوكش؟ ما يعرفونيش، وانما ما اعرفهمش وجها لوجه، يعرفوني من خلال صفحتي بالفيسبوك. اذا في ثقه متبادله في الثقه موجود، واي واحد يوثق بعيسى العذري وجهه ابيض وراسه مرفوع في السماء. اها، انا عيسى العذري ساقف الى جانب هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين، وساوصل رسالتهم لفاعلين الخير. فعل الخير ان شاء الله ما يقصروا ان شاء الله، وخاصه اصحاب الاموال والارصده. ايوه، هذه رساله منك لاصحاب رؤوس المال بخصوص التعاون والتكاتف فيما بيننا. هذا تخيل هؤلاء في الخارج، المفروض اللي في الداخل ايش يعملوا؟ اصحاب الاموال والارصده سواء اللي في الداخل ولا في الخارج، التجار ولا سياسيين مثل الزعيم علي محسن حميد الاحمر، يعني حول نقول انهم فقراء ومساكين ما فيش معاهم زلط، معاهم مليارات يدوا، ليش نخفي؟ نقول ما بيش معاهم. حميد الأحمر واللواء علي محسن والزعيم علي عبد الله صالح وهؤلاء معهم زراط يدول الفقراء والضعفاء والمساكين، وأحسن ويجنبوا البلاد المآسي والحروب والمشاكل وإراقة الدماء لا تنجب ثمرة. أيوه. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملهم، يعني ولك مثل ما قال الجندي: أنا يا خبرة قد أنا محافظ جالس لي تحت، يعني محافظ من تحت جرة إلى تحت جرة، يعني وضع البلاد وضع خلاص، الناس الآن الشعب مصدوم وحرب وحصار، واللي كان فقير قبل الحرب ده الحين يأكل تراب، ما يأكل ما يفهم. يعطيك العافية عيسى، أشكرك أنك كنت معي اليوم. هي البداية لفعل الخير، وقدمنا من خلالك رسالة، وأتمنى أن يتكرر الخير ويتكرر فعل الخير. أنا سأواصل مسيرتي في إرسال أو في يعني أكون أنقل مشهد لناس مستحقين لا يملكون قوت يومهم، وأنشرها على صفحتي في الفيسبوك، المتابع لي 100,000 وأكثر، وفاعلين الخير متجاوبين. وأنا أشكر كل فاعلين الخير في المملكة العربية السعودية، مغتربين يمنيين مقيمين في السعودية وفي الإمارات وفي قطر وفي البحرين وفي الكويت وفي أمريكا، يعني تواصلوا معي من جميع هؤلاء الدول، وجمعوا لعندي مبلغ تجاوز 2 مليون، اشتريت أرضية بمبلغ لابنتين ب700,000، وبنيت منزل وجهزته كامل، وتعاونوا معي فاعلين الخير وسلمت المفتاح مع البصيرة بالصوت والصورة. بالصوت والصورة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا يا عيسى، أتمنى أن يظل هذا العمل في ميزان حسناتك وتتوالى الأعمال إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله
أننا سأتعاون مع هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين، والسياسة هي وجع رأسنا خلاص. يعني كنتوا لو ما كنتوا مشغول بالسياسة لا نشخرج للسوق. دوشة دوشة. لا نشخرج للسوق وأنا قلق، وأنا يعني اللي شفت واحد فوق موتور معه آلي قلت له لذاك يا أجل عذري. لكن الله الآن يكتب لك الصحة والسلامة، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، ما زالت أفراحنا متتالية، اللي بيحتفل بعيد ميلاده، واللي بيحتفل بزفاف، واللي بيحتفل بمولود جديد، واللي بيحتفل أيضا ببداية سعيدة في سوق